صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يكفر من سب واحدا أو اثنان من الصحابة؟ نعم. يقول أحسن الله إليكم: هل يكفر من سب واحدا أو اثنين من الصحابة؟ لا يجوز سب الصحابة ولا سب أحد منهم، هذا لا يجوز. أما أنه يكفر أو لا يكفر هذا في تفصيل، إن كان سبه من أجل دينه إنه يكفر، أما إن كان سبه من أجل شخصه فهذه كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يجوز تنقص المسلم فضلا المسلمين كان فضلا عن الصحابي.